بحث وزير الخارجية دكتور الدرديري محمد أحمد مع نظيره القطري دكتور محمد بن عبد الرحمن الثاني مسار العلاقات الثنائية وسبل دفعها إلى آفاق أرحب في المجالات السياسية والاقتصادية وتعزيز التعاون الثنائي لتحقيق المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة بين الدولتين. واستعرض دكتور الدرديري مع نظيره القطري خلال لقائهما في الدوحة آخر الاستعدادات لإنجاح اجتماعات اللجنة العليا السودانية القطرية المشتركة التي ستلتئم خلال اليومين القادمين في الدوحة. وأشاد الوزيران بالرعاية الكريمة لقيادتي البلدين الرئيس البشير والأمير تميم بن حمد آل ثاني للعلاقات المتطورة بين الدوحة والخرطوم. كذلك أمن الدرديري ونظيره آل ثاني على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية التي سيوقع عليها الجانبان في ختام اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين.